الوصفة دي علشان نعملها عايزين عجينة تارت، فهنستعمل 2 كوباية دقيق، 2 كبار كاكاو، 200 جرام زبدة، و2 كبار سكر، رشة ملح، ومي ماء بارد للعجن. الحشوة عبارة عن 1/2 كوباية فراولة مربة فراولة، 1/2 كوباية بندق محمص مجروش، 300 جرام شوكولاتة، 120 ملي كريمة. للوش عايزين كيك شوكولاتة جاهز وعلبة قشطة، 150 جرام عصير مركز الفراولة ولون ذهبي وكريمة مخفوقة وشوكولاتة مذوبة. التارت ده هيطلع شكله لطيف في الآخر، وفي كده زي ما قلت لكم حركات، بس هي الفكرة عصير مركز الفراولة هو العصير الفراولة اللي بيتباع جاهز في السوق، بس هصفيه. دي يعني دي العلبة بتاعت عصير الفراولة وصفتها بس، لأن بيبقى فيها قطع. أو ممكن انتوا اهي عصير الفراولة اللي بيتباع ده على العادي، أو ممكن انتوا تجيبوا فراولة وتحطوها على النار مع شوية سكر وشوية مية بنشا، وبيبقى عندكم برضو عصير مركز الفراولة. طيب أول حاجة دلوقتي عايزين نعمل الكريمة علشان خاطر الشوكولاتة تجمد، فهحط الكريمة على النار اللي هي كريمة الشوكولاتة. هحط الكريمة على النار وهحط معاها الشوكولاتة وهسيبهم عشان يجمدوا مع بعض، يسيحوا مع بعض وبعدين يجمدوا مع بعض. بس بخلي النار وسط، مش عالية قوي، خليها وسط عشان خاطر ما تتلدعش مني الشوكولاتة. شايفين بسرعة ساحت، بس اتأكد ان كلها ساحت، برفعها من على النار وحسبها لغاية ما تبرد خالص. خلاص تمام كده. بتقدروا تضيفوا كمان على الشوكولاتة دي لو تحبوا الشوكولاتة اللي في البرطمانات، ممكن تضيفوا تقريبا 1 كوباية منها عليها لو تحبوا، كمان بتدي طعم حلو. طيب دلوقتي عايزين نعمل التارت بتاعنا، فهنحط الدقيق، رشة الملح، السكر، كاكاو، هخلطهم بس شوية كده الأول، وبعدين هحط لهم الزبدة الباردة. الزبدة لازم تكون ساقعة. نبتدي بقى نضيف المية، المية لازم تكون باردة. خلاص بدل اتجمعت معانا تبقى هي كده ممتازة واخدت كفايتها من المية. بروح انا الواحدة مجهزاها من الاول لان ما بترتاح شوية، وبحطها في التلاجة، بتدي نتيجة اسهل واحسن في الفرد. زي ما قلنا هنضيف شوية شوكولاتة من اللي في البرطمانات، 1/4 كوباية او 3/4 كوباية على الشوكولاتة بتاعتنا، بتدي طعم لذيذ جدا، بالذات ان احنا حاطين معاها بندق. دلوقتي هاخد الفاصوليا اللي انا رايحه يعني على طول بخبز بيها، هي دي بتاعه الخبز، هاخدها احطها هنا كده. عايزاها تغطي لي كل كده، تمام، وشويه كمان كده، كويس. انا عايزاها تغطي لي كل التارت، وبعدين باخدها
بقفل عليها بالنايلون، وباخد كل الفاصوليا اللي عندي دي والتارت كله بحطه في الفرن على درجة حرارة 180. بسيبه في الفرن تقريبا 20 دقيقة بالنايلون، وبعدين بشيل النايلون من عليه وبدخله الفرن كمان 10 دقايق علشان القاع يتحمر كويس. دلوقتي انا عندي اهو التارت بتاعي، هبتدي اطبق بقى التارت نشوف هنعمل فيه ايه. اول حاجة هنعملها هناخد شوكولاتة الدهن اللي اتفقنا عليها تقريبا 3 ارباع كوباية او كوباية، هي مش هتأثر كتير على الشوكولاتة في القوام بس هي هتأثر في الطعم، فهنحط زي ما قلنا خلينا نحط كوباية كوباية. خلاص تمام كده، خلاص انا هسيبها بقى بره دلوقتي دي علشان خاطر تبرد، وهاخد المربى اللي عندي وهوزعها على سطح القاع التارت بتاعي. تمام كده، هاخد دلوقتي البندق اللي عندي، هاخد بقى دلوقتي الشوكولاتة اللي عندي وهحطها فوق الكلام ده كله. ده شكل التارت بتاعنا بعد ما ساقع وجمد في الفرن، قصدي في التلاجة. دلوقتي هجيب الكريمة المخفوقة.